وحضرتك بقى غايب عن التدريب من قد ايه؟ انا رجعت من ليبيا من شهر ونص. من شهر ونص. قبل كده كنت مع اهلي طرابلس، قعدت حوالي 8 شهور. 8 شهور يعني. الفتره اللي فاتت دي كلها كنت مع اهلي طرابلس. وخلصت معاهم؟ رجعت من شهر ونص. لا يعني انا خلصت معاهم ورجعت. لكن انا ما كملتش الموسم، يعني انا مشيت قبل نهايه الموسم بثلاث اسابيع. بالظبط. لا كان اقصد غياب عن التدريب في مصر. في مصر داخل الموسم اللي فات تقريبا انا ما كنتش موجود في مصر الموسم اللي فات. وبالنسبه لليبيا خلاص حضرتك نهايه العقد خلاص؟ لا الحمد لله. ما جددتش انت برغبه يعني؟ مالكش الرغبه كنت؟ لا لا، الوضع هناك كان شويه مش مريح. انا الدوري في ليبيا عشان حضرتك بس تبقى عندك خلفيه، عباره عن مجموعتين 12 فرقه و12 فرقه، بياخدوا اول وتاني من كل مجموعه وبيعملوا دوره رباعيه لتحديد البطل يعني. ايوه. فاحنا كنا متصدرين لحد اخر 6 اسابيع. بعدين اتعدلت ماتش، فانت هناك الاهلي والزمالك، اهلي طرابلس والاتحاد. يعني والاتحاد كسب. ففرق عننا ب2 بونت، فبقينا احنا تاني. الدنيا بقت يعني صعبه قوي. لعبنا 3 ماتشات بعد كده، كسبت ال3 ماتشات. لكن في الوقت نفسه الاتحاد فضل محافظ على الفوز، فبقى الفرق بيننا. وكده كده احنا المفروض يعني هنتأهل للمربع بحكم اننا ممكن نبقى تاني، وده التارجت. وده التارجت. ادخل بقى الرباعي القصه تبقى مختلفه يعني. فما استريحتش، بالرغم من ان انا اخر 3 ماتشات مكسب باداء جيد جدا. وكان فاضل لنا 3 ماتشات مع فرق في المؤخره خالص يعني، مضمونين يعني بنسبه كبيره. فاتصلت بسياسي الحقيقه وقلت له انا يعني مش مستريح وعايز امشي. قعد معايا مرتين، انا اصريت لانه كمان الامور يعني دخلت في مرحله عدم الامان. بالنسبه لي الامان مع النادي يعني في الشارع. يعني بقت الامور هتدخل في سكه بقى مش تدريب وكوره بس، لا بقى يعني الشارع بقى مش مريح. حتى تحركاتي بقت مش، انا مش مستريح لها يعني. اوكي. فخلاص يعني. لا يعني الكوره مش كده خالص يعني. انت الواحد لو مش مستريح 100% مش هيحل، مش عارف يدي حد يعني. الحمد لله. والراجل تفهم وراجل لطيف، وعلاقتي بيه كويسه جدا جدا جدا. قوي. وبيجتهد للنادي بصوره يعني غير طبيعيه. بيصرف من جيبه. ما فيش موارد. ما فيش موارد. فيش هناك موارد. بالظبط. كل حاجه من عنده يعني. لا ان شاء الله ليبيا تعود بقى كما كانت. يا رب ان شاء أنا الله. يعني شاء الله. انا بحبها جدا طبعًا. يعني طبعًا. ليبيا كدوله يعني ممكن تبقى في منطقه تانية خالص. صحيح. خالص يعني. وهتبقى ان شاء الله. ان شاء الله هتعود ان شاء الله. ان شاء الله.